شو علاقة النوم بزيادة الوزن أو خسارة الوزن؟ وهل منقدر عن طريق النوم لزيادة إنه إحنا نحقق خسارة الوزن؟ طيب، عشان نجاوب عن هذا السؤال خلينا بالبداية نشوف شو تأثير نقص النوم أو النوم اللي جودته سيئة على زيادة الوزن. العلاقة ما بين نقص النوم وزيادة الوزن هي علاقة مدروسة كثير بالعلم وواضحة. نقص النوم أو النوم لما تكون جودته سيئة بيسبب زيادة في الوزن. طيب ليش؟ أولاً لما الإنسان يكون صاحي لفترات أطول، ساعات أطول، معناته في عنده وقت أكتر إنه هو يأكل فيه، معناته رح يزيد تناوله للأكل وللسعرات الحرارية. هذا السبب ممكن إحنا نشوفه يعني أو نستهين فيه، لكن هو سبب كتير مهم، وممكن الزيادة في تناول السعرات الحرارية تكون أكبر مما إحنا بنتوقع بسبب السهر، وخاصة إنه السهر بتلحقه أغذية غير صحية. يعني بالغالب الأكلات اللي الشخص بياخدها بالليل وهو سهران بتكون أغذية أو سناكس غير صحية، وهذا الإشي بيكون ممكن يسبب له زيادة في الوزن. ثانياً، الشخص لما يكون عنده نقص في عدد ساعات النوم أو جودة النوم عنده منخفضة، يعني النوم عنده متقطع، هذا الشخص رح يكون نشاطه أقل خلال اليوم، رح يكون يقضي نهاره هو في عنده كسل، في عنده نقص في الطاقة، وبالتالي هذا الإشي ممكن يقلل من نشاطه البدني وحركته، والوقت اللي ممكن هذا الشخص يقضيه إنه يعمل الرياضة لا، ممكن إنه يفضل يستبدله بإنه يتمدد أو يأخذ قيلولة ويرتاح، بالتالي رح ينزل كمان حرق السعرات الحرارية بسبب نقص الحركة. كمان في سبب ثالث، إنه لقيت الأبحاث إنه نقص عدد ساعات النوم أو النوم اللي جودته سيئة بيقلل من هرمون الليبتين اللي هو هرمون الشبع، وبيرفع من مستويات هرمون الجريلين اللي هو المسؤول عن الشعور بالجوع، بالتالي بيصير في عنا جوع أكتر وشبع أقل، معناته رح يصير في عنا تناول للأكل بشكل أكبر وسعرات حرارية أكبر، وبالتالي زيادة وزن. كمان لقيت الأبحاث إنه نقص النوم بيأثر على حساسية الخلايا للإنسولين وممكن يسبب مقاومة إنسولين، وطبعاً معروف إنه من الأعراض اللي بتسببها مقاومة الإنسولين هو زيادة الوزن أو صعوبة في خسارة الوزن، لأنه الإنسولين لما يصير في عنا مقاومة للإنسولين الجسم بيضطر إنه يعمل إنسولين أكتر، والإنسولين هو هرمون بناء وبسبب زيادة الوزن. طيب، كل هاي الأسباب بيعملها نقص النوم أو النوم اللي جودته سيئة، يعني النوم المتقطع مثل اللي بيكون عند الأمهات الجدد أو الأشخاص اللي عندهم أوجاع أو آلام معينة بالليل بتخليهم يصحوا بتخلي جودة نومهم سيئة. طيب، لو أنا زدت ساعات النوم هل هذا الإشي ممكن يسبب خسارة في الوزن أو يساعد في خسارة الوزن؟ خلينا نشوف شو بيحكي العلم. العلم بيحكي إنه لو أنا عندي نقص في النوم، يعني عدد ساعات النوم عندي أقل من 7 ساعات، ورجعت أنا رفعته للحد الأدنى من النوم الصحي اللي هو 7 ساعات، هو المفروض ما بين 7 لـ9 أو 8.5، هذا النوم الصحي. لو أنا قدرت أعمل هيك ممكن يساعدني في خسارة الوزن، لكن الأشخاص اللي أصلاً بيناموا بشكل كافي ما رح يستفيدوا لو هم زادوا من ساعات نومهم. وعلى هذا الموضوع كان في دراسة انعملت على أشخاص عندهم نقص في النوم وزيادة في الوزن. طيب، إيش لقيت هاي الدراسة؟ لقيت إنه الأشخاص اللي عندهم نقص بالنوم لما رفعوا ساعات نومهم كان عم بيقل عندهم تناول السعرات الحرارية ما بين 270 ل500 سعر حراري فقط بسبب زيادة النوم. هدول الأشخاص أخذوا إرشادات عشان يرفعوا نومهم، وكانوا على الأغلب عدد ساعات نوم الأشخاص المشاركين بالدراسة أقل من 6.5، والبحث كان بهدف إنه يرفع ساعات النوم لـ8.5، 8.5 ساعات من النوم. وفعلياً هذا الفرق بالسعرات الحرارية اللي هو ما بين 270 ل500 سعر حراري أكيد رح يكون له تأثير كتير كبير على خسارة الوزن لو استمر هذا النوم أو هاي يعني استعادة النوم الصحي في حياة هدول الأشخاص. كتير منا بيعانوا من مشكلة السهر
وقلة النوم أو النوم المتقطع. هذا من الأسباب اللي كتير إلها دور في زيادة الوزن وتراكم الدهون، وخاصة الدهون اللي في منطقة البطن اللي هي الدهون الحشوية، الدهون الداخلية اللي تعتبر أخطر دهون على الصحة. بالتالي النوم الصحي هو أحد الحلول المهمة في الحفاظ على وزن صحي أو حتى خسارة الوزن في الأشخاص اللي عندهم وزن زيادة ونومهم غير صحي. وإنتوا هل شعرتوا إنه عدد ساعات نومكم أثرت على وزنكم بالزيادة أو النقصان؟ شاركونا الإجابة بالتعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات.